السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة محمد بلوك، مرحبا بكم من جديد. قبل البداية، إذا كنتم أصدقاء جدد ندعوكم إلى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الإعجاب لنستمر في نشر المزيد. اليوم سوف نكتشف معكم الطريق المدارية الجديدة للعروي، حيث أنها طريق جديدة دشنت مؤخرا في مدينة العروي، بحيث أنها تمر خارج المدينة بعيدا عن الاكتظاظ وازدحام حركة السير. والآن سوف أترككم مع هذه المشاهدات.